أعود إلى البلاطو وإلى بلاطوهاتنا ذي حي المنظر الجميل، وبدائما نوال بوقطاف اللي عمرها ما دخلتني للبلاطو بدون ميداليات. يا درع يا ميداليات. صباح الخير نوال. صباح الخير جاهدة. صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا جاهدة كما العادة دائما نجيب لك حاجة معايا. دائما يعطيك الصحة. كريمة كريمة جدا. إذا هادو هما الميداليات، يتعلق الأمر برياضة اكتشفتها اليوم. نعم والله ما كنت نظن اللي كاين تجديف رياضة التجديف في الجزائر. تعرف علاش؟ لأنه احنا تجديف مقترنين بازوم، كي نروحوا لباغي نشوفوا فلاسان، كي نروحوا مي عندنا احنا في الجزائر ما عندناش انهار ودنيا تسمى نشوف التجديف. نعم هي رياضة القوة البدنية والفكرية هكذا. سيدي علي، سيدي علي ينضم يلتحق بنا سيدي علي بودينا البطل الجزائري في التجديف. اهلا بك. اهلا بكم. شكرا على الاستضافة. صباح الخير عليكم. الله يبارك. صغير وبطل وعنده كل هذه الميداليات. كل هذه الميداليات راح يحكي لنا عليها بالتفصيل. سيدي علي انت يعني قبل ما ندخلوا في الميداليات، صرا لك مشكل في الفترة الأخيرة. وقبل ما نهضروا على المشكل، هاجر من فضلك برك عطينا برك واحد لا بيبليكاسيون ديرها على الصفحة تاعو في فيسبوك. نعم هذه شحال عندها سيدي علي؟ عندها 23 فيفريير. 15 يوم هكذا. نعم اذا سيدي علي احكي لنا على هاد لابوبليكاسيون، كيفاش درتها واش صرا لك؟ هاد بوبليكاسيون درتها لاني استغربت اني ما استدعيتش الفريق الوطني، مع اني بطل الجزائر منذ 2008، شاركت في الالعاب الاولمبيه تاع ريو دي جانيرو وين تاهلت الى ربع النهائي لاول مره، تحصل على ميداليات في البطولات الافريقيه، انا 6 مرات بطل افريقيا، نتحصل على مرتب سادس عالمي في كأس العالم. عطيت مثلت الجزائر أحسن تمثيل، عطيت شبابي لهذا الرياضة منذ 18 سنة وأنا في فريق وطني. نستغرب أني نقسم هذا من الفريق الوطني بدون مراسلة ولا من الفيدرالية ولا حتى لقاء مع. وكيفاش عرفت بلي راك مقسم؟ عرفت نزلت للنادي تاعي واللي هو سباق النوتيك الجزائر. كاين دي ليست يبعثهم دي كونفوكاسيون قبل شاك ستاج، ما لقيتش اسمي في لائحه المستدعين لهذا التربص. وما حاولتش الاتصال بالاتحاديه واش تعرف الاسباب ربما؟ حاولت الاتصال بالاتحاديه، اتصلت بديكتيس تكنيك تاعنا، قالت لي بلي المدربين هما اللي خصاوك مع هذا التربص. يعني هما ما اقترحوش اسمك؟ هما ما اقترحوش اسمي، مع العلم انهم على بالهم كنت معاهم سمانه من قلب في ايطاليا في ستاج بيس كومبيتيسيون، وعملنا دي تيست تما في ليكيب ناسيونال وفزت بالمرتب الاول. نعم سيدي علي، ربما سمعت لك تصريحات تقول انه سبب اقصائك هو اون اوتر بوبليكاسيون درتها في الفيسبوك اللي تقول القافله تسير والكلاب تنبح. نعم وهذه المقوله المشهوره عن العز الدين الله يرحمه. مقوله مشهوره هذه، وين الواحد كيكون يعمل بجهد باش يشرف بلاده ويشرف العلم تاع بلاده في المحافل الدولية والناس ما تخليش يروح وين هو حب. سي بور سا مومون دوني كنت عملت ريكور بيرسونيل ريكور دافريك في النادي، من هو اللي بيبليت هاد المقولة مشهورة. نعم سيدي علي كيفاش كان رد فعلك؟ كيفاش تصرفت؟ حاولت تشوف السلطات المعنية؟ واش درت يعني باش ترد الاعتبار تاعك وترد الحق باش رد الاعتبار؟ نشكر من هذا المنبر، نشكر صحفيين كثير لأنهم عاونوني باش تكون عندها صدى هاد لافير تاعي. ومن بعد استقبلت البارحة من قبل وزير الشباب والرياضة. البارح برك. نعم بس قال كان كاين دوزيام ستاج، صبرت اذا ما استدعونيش دوزيام ستاج راه يدير كاين مشكل. نعم سيدي علي قبل سمح لي برك قبل ما نروحوا لوزير الشباب والرياضه، هذا الاقصاء يعني محرمك من التربص تاع فيفري حتى الخمسه. حرمني عندي شهر وانا ماشي في تربص، دخلوا التربص وهذا التربص الثاني ما كنتش داخل فيه. ما حاش اثر عليك هذا الغياب عن تربص المنتخب الوطني؟ او كونترير زاد لي في الموتيفاسيون تاعي، وين تدربت دو فوا بليس في النادي تاعي. سي فري ما عنديش المؤهلات ولي كونديسيون في النادي كيما في الفريق الوطني القارب والاخر، مي وشنو هذا الشيء حفزني باش ندرب اكثر. نعم نعاود هنا في سد بوكردان في تيبازا هنا. نعم جيدا نوصلوا برك معاه على القضيه تاع وزير الشباب والرياضه. استقبلك البارح يعني كيفاش كان الحوار؟ واش فيه الحوار اللقاء اللي جمعك مع وزير الشباب والرياضه؟ كان استقبال جيد من وزير الشباب والرياضه، سمع لي التطلبات تاعي، عيط للفيدراليه وفهمهم بلي لاتلات ديليت ماشي فيدراليه اللي تحاوزوا، لاتلات ديليت هو ينتمي الى وزاره الشباب والرياضه. فيدراليه تبعت رابور تاعها لوزاره الشباب والرياضه، ووزاره الشباب والرياضه هي اللي تقرر اسكو هاد لاتلات ديليت
يتنحى ولا لا لا؟ يعني البطل اللي أقصاته الاتحادية أنصفته الوزارة الوصية. أيوة أنصفته الوزارة الوصية، أنصفته وعلى بالها الوزارة الوصية أنه بودينا سيدالي عنده من 2008 هو يجيب في الميداليات. وكيسأل الفيدرالية ما كاش إيكار ديسيبلينار ولا شي اللي خليه باش يقسم الفريق الوطني. وزير الشباب والرياضة يعني وقف. وقف نعم وقف وقف مع الرياضي الجزائر. نعم جاهد، احنا نسعد باستضافة سيد علي وراح نوصلوا معك، لكن الحدث دائما يفرض نفسه جاهدة. ما بليش ولا شفتي المباراة تاع البارح، نروحوا إلى كرة القدم، مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران في إطار البطولة الوطنية الجولة 22. سيد علي شفت البارح الماتش؟ شفت الماتش نعم. إذا فريق مولودية الجزائر جاهدة، كل مرة أنا نحكيه عليه هنا في البلاتو إيماركي 7-4 البارح أربعة البارح أربعة أهداف كاملة سجلت في مرمى مولودية وهران عن طريق سويبع بالغ بن دبكة ونقاش. مولودية الجزائر يعني راهي تعيش يعني أي يعني مساوى مولودية الجزائر راهو مليح هاد الايامات وعم يلعبوا من اجل دائما يعني الهجوم. انا نشوف الهجوم مولودية الجزائر راهو شغال. نعم راهو شغال بدليل الاهداف اللي راهي تسجل. على هامش هذه المباراة امكن هاجرت لنا الاجواء اللي صنعها انصار فريق مولودية الجزائر وحتى انصار مولودية وهران يعني اللي تنقلوا بقوة الى العاصمة البارح لمتابعة لقاء اللي كان لقاء نعم اذا مشاهدينا شفتوا هذه الاجواء. والبارح اللي خداو الطريق ايضا حصلوا في سيركولاسيون، الطرقات كانت تقريبا مغلوقة. كلها البارح مغلوقه السيركولاسيون يعني مناصرين اللي كانوا راحوا لناحيه الاستاد وجايين خاصه جاوا من وهران جاوا بقوه جاهده لذلك كانت البارح يعني زحمه في الطرقات خاصه من جهه بن عكنون. من مولودية الجزائر نروحوا الى الجار اتحاد العاصمه اللي راح نعم اتحاد العاصمة اللي راح يخوض مباراة هجرت الناس ورا اتحاد العاصمة من فضلك. نعم فريق اتحاد العاصمة اللي راح يخوض ايضا اليوم مواجهة قوية ضد وفاق سطيف وجاهدة راهي من انصار اتحاد العاصمة اليوم كحلة وحمراء كحلة وحمراء. اتحاد العاصمة حيخوض مواجهة اليوم في اطار مباراة متقدمة من الجولة 23 ضد وفاق سطيف، مباراة يعني راح تكون قوية وقمة هذه الجولة. نعم اذا من مولودية من اتحاد العاصمه جاهدا نعود نولو فقط الى الضيف تاعنا سيد علي. نسقسيك واش سوبورتي دوك نوري لك واحد الصوره احنا دوك نعرفوا من خلالها واش تناصر. عطينا برك جاهدا لا قبل ما نروح بالفضيل عطينا برك صوره تاع سيد علي بقميص النادي اللي ناصره. لا هذه صوره اسمنا قبل ما نروحوا للناس الفريق اللي تناصروا هذا اسامه سحنون اللي صرا له ربما نفس واش صرا لك انت واش تقولنا على اسامه سحنون اللي اقصاته الاتحاديه وقاضاته ولحقاته الأروقة العداله واش تقولنا على اسامه سحنون؟ هو رياضي جيد الحق، هو يعمل متابر في العمل تاعو يحب يلحق المستوى العالي ورانا نشوفه في بطوله فرنسيه وين يحتك مع احسن رياضيين سباحين. هو بطل فرنسا هذا العام نعم بطل افريقيا. وحنا عندنا المشكل تاعنا ان الاتحاديات يدخلوا في صراع مع الرياضيين على كو انسان بالكومونيكاسيون لو كان يكونفوكي والبيرو يهضروا معاه ما نوقعوش في هذا، قاعد المشاكل تتحل مي كل واحد يكون في الجهه تاعو بدون اعلام الرياضيين يقساو هكذاك برك سي نورمال لا رياكسيون تاع لاتليت. هو عام كومبلي هو يتعب يخدم يتابر مع الاخر يلقى روحه مقصي بكلمه برك ولا يلقى روحه في اروقه العداله ماناش ديكتاتوري
دونك كيفاه يرياجي لاتليت سي نورمال يرياجي بين فاصون اللي ما والمشكل تاع أسامة سحنون حلة جهيدة اللي كنا هضرنا معه المرة اللي فاتت في الفترة الأخيرة. يعني الوزير الحق ودار الصلح بين أسامة سحنون ورئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة. هذا يضل بلي الكلام برك هو يحل المشاكل. نعم بدون إذا نعطينا الصورة اللي كنا نشوفوها مقبل وأنا عرفت بشي سيبوتي. نعم شباب الوزداد. إذا سيد علي من أنصار شباب الوزداد. بما أننا نتحدث عن شباب بالوزداد نتحدث عن رمز لهذا النادي. شكون هو رمز شباب الوزداد؟ كاين رمز بزاف، كاين بالوزداد المجاهد. لا لا، رمز اللاعب، الرمز اللي يقعد دائما لاعب يعني توليتون، جوغ دو توليتون. المثال لاعب المثالي تاع شباب الوزداد. ما بالي انا في لا جينيراسيون تاعي كاين. ماشي جينيراسيون تاعك اكيد. لونسيان جينيراسيون. اذا عطينا برك صورة دوك نوريهولك. نعم شكون هذا؟ تناصر شباب الوزداد مالا. والله ما عرفته. هذا حسن الالماس. الالماس اي نعم، حسن الالماس جهيده يحتفل بعيد ميلاده البارح يعني تذكروه. هو يبقى دائما رمز من رموز شباب الوزداد و ولجوه. قولوا له كل عام وانت بخير. كل عام ونتمنى له الشفاء العاجل ايضا. طيب الا حبيتينا وانا حبيت نحكي معاه شويه، نختنم فرصه وجوده معنا على الرياضه في حد ذاتها، رياضه التجديف. صعيبه هي، رياضه صعيبه بزاف. ولو انه احنا كي نشوفوها تبان لك نو هي ماشي رياضه سهله، رياضه صعيبه. حبيت لو نرجعوا يا هاجر نشوفوا الصور تاعو هو يجدف في تيبازا في نعم احكي لي شويه، علق لي على هذه الصوره، احكي لي تعتمد على القدره الفكريه على القدره البدنيه كيفاش، احكي لي على هذه الرياضه. فيها تكنيك باش البابور يافونسي، فيها القدره الفكريه ثاني وين لازم تقاردي ليكيليبر تاعك، هما بواخر صغار رقاق، لازم التوازن تاعك يبقى دائما في الوسط، وفيها لازم لك تستعمل قوة بدنية كبيرة وفكرية أيضا وفكرية بلي جومب ولي برا مع الأخر. وسي ان سبور دونديرونس. كيفاش خيرت هذه الرياضة؟ خيرتها بازا كنت ندير سباحة أنا مع الأول سيغمون. درت 10 سنوات سباحة. مسكينة قلبت فيك سيغمون باش تقدر تعمل 10 سنوات سباحة ومن بعد توقفت على جال القراية. موراها كنت داخل ندير لافوال. عجبتني بلونش افوال. كان الوالد تاعي غلط باش يدخل لابلونج افوال، دخل البيرو تاع التجديف وماركاني التجديف صدفة يعني. صدفة كي دخلت برومي جورج شفت القوارب قلت له ماشي هذا هو السبور، بصح من بعد عجبني. بصح حتى لابلونج افوال مليحة على فكرة. مليحة بيان سور. برك تكون واقف والشراع، لكن تقريبا نفس المبادئ نظن. نفس المبادئ، تعتمد على السرعة في الاخر، لا فيتاس ولي سونساسيون فيتاس. في الجزائر علاش ماشي منتشره بزاف؟ نعم واش لازم باش تنتشر هذه القوه في هذه الرياضه في الجزائر؟ في الجزائر المشكل تاعنا سيك لازم يفورميو المدربين، باسكو عندنا في الجزائر امكانيات باش هذه الرياضه نزيدو ننشروها اكثر. عندنا بزاف باراجات كيما نشوفوا في ميلا في تيبازا هنايا، كاين باراج، كاين 45 باراج في الجزائر. دوك لازم المناطق تما، هي جينيرالمون الباراجات جايين في مناطق معزوله صح. سكيفي لازم فريمون نبعثو لهم تنقل وكل شيء، وهذا شويه صعيب. هذا شويه صعيب مي لازم نبعثو لهم المدربين المختصين ويفورميو كاين دي زاتليت تما، لانها تقدر تكون رياضه ماشي حكر على المحترفين، يقدروا حتى هو يديروها، حتى ناس عاديين يقدروا يديروها. لكن جهيده سيدا علي انت في بدايتك استفدت من منحه في فرنسا ومنها يعني احتكيت بالرياضيين المحترفين ويعني طورت روحك في هذه السباحه، كيفاش استفدت من المنحه هذه وكيفاش تكونت في فرنسا؟ عملت بطولة العالم أقل من 23 سنة وين عملت الثامن منها كان شحال في عمرك؟ في عمري 27 سنة. الله يبارك. منها كان رئيس تقني تاع فيدرالية فرنسية بروبوزالي نجي نحتك بالرياضيين الفرنسيين تما ودخلوا كونتاكت مع الوزارة، داروا كونفونسيون بيناتهم وتما قدرت نروح تما نقرا ومن طون ندير رياضة التجديف ونحتك مع أحسن رياضيين، وين دخلت في بول فرنسا تاع تولوز وين كانوا أحسن أبطال فرنسا تما. وش الشيء الإيجابي اللي جبته معك من فرنسا؟ الشيء الإيجابي هو عرفت بزعفة، عرفت بلي بعفاي السامب نقدر نطولوا الرياضة، مش لازم إمكانيات كبار ولا دراهم ولا سي جيست لامور تاع هاد سبور والعطاء اللي نعطوه للرياضيين. عندنا دي كاباسيتي باش يكونوا رياضيين كبار غير بامكانيات بسيطه. وهنا في الجزائر فيه شباب من جيلك؟ فيه بيان سير. عندهم نفس القدرات؟ عندهم نفس القدرات، خصهم تكوين اكثر. جاهده. اذا سيدي علي انت مول في البحر عجبتك الباخره؟ بيان سير.
عجبتني كاين شفتك تتابع باهتمام بيان سير كاين باخر بواخر ثاني كيديروا طونسبور ماريتيم وينهم يدوا للجزائر العاصمه العين بنيان منها طونسبور منها تقدر دير تاكسيات حويسه تشوف تبدل شويه واليو سيركيلاسيون دي تاكسي كيكون عندك الوقت على شرب لماله. نعم سيدي علي كنا نحكيوا على المنحه تاع فرنسا واحتكاكك بالرياضيين المحترفين يعني وفي مسيرتك هذا الاحتكاك وهذا ربما التكوين في فرنسا خلاك تصبح يعني رياضي محترف وكسبت بزاف وجبت بزاف الالقاب بدليل الميداليات اللي راهي معنا تقدر تحكي لنا على الالقاب اللي توجت بهم. الالقاب اللي توجت بهم ست خطات بطل افريقيا عملت ثاني بطل فرنسا في تاع ليزونيفرسيتار وبطل فرنسا اكابر في 2014 عملت ثاني ميداليتين برونزيتين في ايطاليا 2016 في الاخر عملت في كاس العالم مرتبه السادسه دانيامو وربع نهائي في بطوله العاب اولمبيه ريو دي جانيرو ومنذ 2008 وانا بطل الجزائر في هذه الرياضه. وهذا الالقاب كاع وش هو اللقب يعني المفضل فيهم كاع؟ اللقب المفضل هو بطوله افريقيه في الجزائر بطوله افريقيه اللي يعني داروها في 2014 في سد هذا بوكردان اللي انا نشوفه فيه في التلفزه وين فيدرالية أورغانيزات ثاني بطولة أول بطولة إفريقية في الجزائر جريت سباقين واحد في الفردي وواحد في الرباعي كان آخر سباق مع فئة شباب كان في عمرهم كاع 19 سنة وكان لازم نربحوا هذا السباق باش ندو بطولة الإفريقية في كل الفريق كله. طيب سيدي علي يعني بعد كل هذه الألقاب ودوكا كي حليت المشكل تاعك مع الوزارة ومع الاتحاديه واش هي المنافسات اللي راهي تتسنى فيك؟ منافسات دوك اللي تتسنى فينا هو لوبجيكتيف برينسيبال العاب البحر الابيض المتوسط في طاراغونا اسبانيا في اسبانيا من 15 الى 1 جويليا 2018 دوك هذا هو الاخر ولما لا تحصل على ميداليه وتشريف الجزائر يعني حتشارك بصفه رسميه دوك كيحل المشكل تاعك ان شاء الله. دوك ما على باليش ما ديتش نوفال مع عند الفيدراليه تكلمت غير مع الوزير ان شاء الله. دوك حنا هاد الانفستيسمون اللي دارتو في الاتلات في المينيستير اللي تبع الاتلات هذا منذ لاش تاع 18 سنه وخسر عليه دراهم والاخر متقصيه بدون سبب هذا ماشي نعم نعم. الى جانب هاد الميداليات وشنو هذا هذه تاع الالعاب الاولمبيه تاع ريو دي جانيرو الدور الربع نهائي وصولك الى الدور اوكي نعم جهيدة انت من عادتك انك تقصي الرياضيين على الحياه الخاصه تاعهم والنمط صح النمط المعيشي يعني كيفاش هو النمط المعيشي تاعك لازم تنطريني كل يوم لازم تنطريني كل يوم رياضه قلت لك رياضه تونديرونس لازم مرتين في النهار رياضه صعبه هذه في بدنيا دونك لازم تابر على التدريبات باش تكون دائما الاحسن. نغير منكم انتم لي سبورتيف والله نغير منكم عندكم واحد القوه واحد الاراده الشجاعه. قالوا لنا ثانيك انه طبخ ماهر نشوفوا واحد الصوره يلا نختموا بها. اه وي شاف وي شاف طيب شاف وي شاف انت عايش وحدك اموندوني لازم تتعلم سينو ما تاكلش صح تعيا مقارون كل يوم دونك بيجي عليك لا مقارون والروز تاكلوهم بزاف انتم لي سبورتيف. نعم جيده قبل ما نختموا معاه نروحوا الى تصريح الفقره اللي هو اللاعب الدولي الجزائري إسحاق بالفوذل صور إسحاق بالفوذل نعم بالفوذل دار تصريحات إعلامية يعني خرج كشف عن أسرار جديدة في مشواره الكروي وقال يعني قال أنه يعني أنقذ حياته من الضياع يعني في فرنسا من وحل المخدرات لأنه قال أنا رحت إلى فرنسا وفي عمري 6 سنوات كان عايش هنا في الجزائر العاصمة. قال الوالد تاعه هو اللي فضل يروح لفرنسا يغترب في فرنسا حتى باش يضمن لهم مستقبل دراسي وهكذا. قال لك لكني شغل صاب روحه في منطقة يعني فيها دروغ نعم لكنه يعني سلك لها على شعره وراهو في المنتخب الوطني كان في المنتخب الوطني وراهو في فريق في نادي فاندر بريمن الالماني. اذا جهيده قبل ما نختموا نعاودوا نقولوا للضيف الكريم كلمه ختاميه اولا نشكركم على هذا الاستضافه على استضافه شروق نيوز
وان شاء الله الامور تعود الى مجراها. ان شاء الله نشوفوك في البطوله إن شاء الله المقبله. لما لا ميداليه في الالعاب البحر الابيض المتوسط. ان شاء الله ان شاء الله, الله. واسعد باستضافتك دائما في كل مره. جيبي هو لي المره الجايه في الميداي دور. لا دوك خلاص طلعت السقف, ما نزيدش نتنازل. الميداي دور المره الجايه. يعطيك الصحه سيدي علي. سيدي علي شكرا لك, شكرا على تلبيه الدعوه. شكرا جهيده, شكرا لمشاهدينا, والسلام عليكم. يعطيكم الصحه.